بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أيها العراقيون أينما كنتم وحيثما حللتم ونزلتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن من الله علينا بإتمام صيام الشهر الكريم وأغدق علينا خلاله بالصبر الجميل على مشقة الصوم في أجوائنا وظروفنا الصعبة، نستقبل عيد الفطر السعيد وقلوبنا مفعمة بالرضا والأمل بقبول الطاعات والمغفرة والرحمة، وكل دعواتنا تضرع وخشوع وتوسل لله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا الهموم وينفس عنا الكروب ويكشف عنا ما نحن فيه من مرحلة عصيبة وأزمة لم تمر على أجيالنا السابقة بهذه الطريقة من التعقيد والقسوة، غير أن عزمنا لا زال قويا وبأسنا لا زال شديدا وإرادتنا في مواجهة الباطل لن تلين بعون الله، ونحن واثقون من تأييد الله لنا ونصره ولو بعد حين. أيها العراقيون الكرام، يمر علينا العيد والملايين من أبناء وطنكم يعيشون في ظروف التهجير والنزوح خارج أرضهم وبعيدا عن دورهم ودواوينهم وأحيائهم ومزارعهم ووظائفهم، ويحمل الملايين منكم شرف استضافتهم في بيوتهم التي ضاقت إلا من النفوس الكريمة التي عودت العراقيين على كرم السجية ونبل الأخلاق. وفي ذات الوقت يحمل أبناء ملايين أخرى من هذا الشعب الكريم سلاحه ليدافع عن العراق وأرضه التي اغتصبتها قوى الظلام والتكفير والإجرام، وهم يقاتلون اليوم على أرض الأنبار وشمال صلاح الدين وأعالي سهل نينوى ومناطق أخرى من غير أن يحددوا هوياتهم الفرعية أو أطيافهم أو مذاهبهم أو عشائرهم أو قومياتهم أو أديانهم، فليسوا بحاجة إلى أي عنوان أو توقيع إذا حضر العراق. إذا حضر العراق عنوانا كبيرا تذوب فيه كل هذه الألوان التي تشكل طيفه الكبير الواسع، فألف تحية لجيشنا العراقي البطل وقوات الأمن الداخلي والحشد الشعبي وأبناء العشائر وقوات البيشمركة على وقفتهم البطولية. أيها الإخوة والأخوات، نعم إن التحدي كبير، والحديث عن اليأس والإحباط يبثه أعداء العراق، وقصص التفرقة والتقسيم تكثر يوما بعد آخر، غير أن المراهنة عليكم أكبر وأهم وأجدى، وسيبقى العراق موحدا عزيزا قويا شامخا بأهله رغم كيد الحاقدين والمتآمرين، وهو قادر بعزيمته على تفويت الفرصة عليهم من خلال التلاحم والتفاهم على خارطة طريق للمصالحة وللتسوية التاريخية والذهاب إلى حلول عملية واقعية تكون أولويتها الدم والوحدة والسيادة، وكل ما عدا ذلك قابل للتفاوض والأخذ والرد دون تقديس لفكرة أو لرأي كنا نراها سابقا غير مناسبة. ربما حان الوقت لمراجعتها ودراستها ووضعها على جدول أعمال توافقاتنا القادمة للخروج من الأزمة، فكل خيار قابل للدراسة إذا كان لا يخرق الثوابت الأساسية الدم والوحدة والسيادة. وقد آن الأوان للمضي إلى الأمام دون تردد أو وجل، وعلى الجميع
التكاتف من أجل مشروع تاريخي ينقذ العراق مما هو فيه، للذهاب إلى مبادرة شاملة جامعة تضعنا على طريق الحل النهائي. ومن هنا أدعو الكتل السياسية للأخذ بنظر الاعتبار المبادرات التي طرحت في الآونة الأخيرة، ومنها وثيقة رمضان والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية. كل عام وأنتم بخير أيها النازحون في بيوت إخوانهم وأهلهم، وعما قريب تعم فرحتكم بالعودة الناجزة كما هي عليه الآن في ديالة وصلاح الدين، والتي ستتم بعون الله خلال فترة قياسية وعودة أخرى لأهالي الأنبار ونينوى تكون بالتوازي مع تحرير الأرض وإخراج داعش الإرهابي منها. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.